مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ الحوار مع ضيفي نائب رئيس تحرير صحيفة النهار أستاذ نبيل بومنصف. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ نبيل. قبل ما نغوص بالتفاصيل كلها، خلينا نعلق إحنا وياك شوي بذكرى 80 سنة على انطلاق صحيفة النهار. على لما كانوا كلهم أولاد كنا عم نكتب التاريخ. قديش حلو هالإعلان يلي عمينه لصحيفة النهار هيدي السنة. وكان في تعليقات على الفيسبوك وعلى التويتر عم يسألوكم سؤال موجه إلى صحيفة النهار، إلى قيمة على صحيفة النهار، هلأ كبروا؟ نحن بدنا نضل شوي مهذبين، ما بدنا يعني نتجاوز حدودنا. كانت فكرة كانت رائعة للي حطها، يعني اللي صممها الفكرة، مش طبعا مش نحن كنا يعني هيك تفاعلنا مع الفكره مش اكتر. اللي حطه هو يشكر عليها طبعا بطبيعه الحال، بس نحن كان عندنا تفاعل. يعني ايه مزبوط، فيها فكره كتير حلوه، انه مش استكبار. يعني مع انه جريده النهار الى حق تستكبر، بقول لك يعني هذا شيء شخصي عن مسؤوليتي، ما ياخذوه الناس على انا هالجريده اكبر بالنسبه لي من مؤسسه بشتغل فيها بكثير، وبفتكر لكثير لبنانيه مش لحالي. يعني بقى يعني لو كان إلى حق، بس إنه كمان يعني اليوم كانت فكرة كتير أوريجينال ليلى، إنه العالم تبيقولوا بالعربي جعيف ربا. صحيح. وبذكرى 80 يعني بدك تفكري يعني بفكرة هيك كتير شوي أوريجينال، مش كلاسيكية. على حتى أنا من الناس الكلاسيكيين اللي بلشت غير خلص، يعني بيقولوا يعني طفح الكاس. كانوا خايفين منك، كانوا لا ما خايفين مني، لا ما خايفين. ما خايفين مني، لا يمكن كان ايه، لاني كلاسيكي كثير كلاسيكي، بس انه خلص يعني ماشي يحمر الوطن هيك بشويه هضمني وطرافي، عطيت هالفلير هيدي. على كل حال كثير موفقه وكثير حلوه، وانا بسعد انك انت اثرت الموضوع وعجبتك مثل ما عجبت غيرك. يعني بسعدني، لا اكيد بدها تعجبنا، احنا كلنا لا كثير مهم الواحد يعرف قديش صدى الشغله بيبعتها عند الناس، لانه اخر شيء احنا بنشتغل عند الناس مش عند حدا. هذا هو المهم نحن الاعلان لازم يكون صوت الناس. صحيح. مش صوت حدا. فعبال ال 100 وال 150 وال 200 سنه لصحيفه النهار. ولكن سؤال كمان عم تقول انه مش من باب الاستكبار وبحقلها هيدي جريده انه تستكبر، اليوم هل ما زالت النهار هي ذاتها مثل ما كانت النهار بنفس القوه تبعها بنفس الزخم تبعها؟ يعني اليوم في ناس غيرت، في ناس بدلت، في اكيبات كروات اسامي كبيره بتروح وبتجي، بتمرق على الصحف، بتترك اثرها، بتترك بصمتها، بتنتقل إلى أماكن أخرى، بترجع، بتغير. النهار قديش بقيت قادرة تحافظ على واقعي، يعني ما بتنوصف إلا بالنهار، هي قيمة صحيح. قائمة بحد ذاتها، كتير واقعي وصريح وما بخبي، في شيء بضل على حاله. حتى النهار مش على حاله بعد، ما معقول ضل على حاله كمان بعد اللي صار فيها. أهم ما فيه عم تعمله النهار تحافظ على قيمتها والكريتير المهنية اللي ورثتهم وعلى القيمة اللي بتمثلها للناس. بس تقولي لي ما تأثرت من 8 سنين لليوم باللي صار بقتل جبران وسمير وغياب سيد غسان وكل هالوضع بالبلد، وكل اللي صابها هي من جوا وصابها من برا اكيد. بس المهم بالموضوع انه نحن عم نثبت كل يوم ان شاء الله، يعني نحن انا متامل نكون عم نعمل هيك ونكون عم بيشوفوها الناس، انه في امانه برقبتنا ما عم نتخلى عنها وقيمين عليها، وعم نحاول نكون متكيفين جدا مع العصر. وهذا الويب سايت اللي عم بيكون يعني الحمد لله كثير مع النسخه الورقيه عم نسب، يعني في جهاد يومي اذا بدك مهني واخلاقي واقتصادي وكل من كل النواحي، انه تضل بالمرتبه اللي ورثتها ولو عم تتغير الامور. ما في شيء بالعالم ما بتغير. صحيح. ما في شيء بالعالم. من فعاليات الاحتفاليه 80 بصحيفه النهار، وايضا فعاليات ذكرى الشهيد الكبير جبران تويني. اليوم في بيفتتح المعرض، بيتم افتتاح المعرض عن حياة الشهيد جبران تويني بحديقة جبران. صحيح. وبيستمر عشية عيد ميلاده كمان الشهيد جبران. صحيح. أيوة. وبيستمر هو خلقين ب13 ثلاث أيام، بيستمر 13 14 و15 ايلول. ان شاء الله كمان افتتاح الليله الساعه 6. صحيح. بيضل من العشرة الصبح للعشرة المساء. ان شاء الله الى مزيد من التطور، الى مزيد من النجاح. والنهار بالنهايه مدرسه الجميع وقيمه لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. الله يخليك. مزبوط الكلام، وهذا من ذوقك كمان. خلينا نرجع على مصايبنا الداخليه منكم.
خلينا نبدا من مصايبنا الداخليه قبل ما نروح على الاقليمي. حاره ركود حالي ما فينا لا ما فينا نفصل بس نبلش يعني بيور من الداخل ونرجع نتفرع يعني بالعاده بنبلش بالقلب. حاله ركود حالة إحباط سياسي خلينا نقول في إحباط عند الناس أزمة على كل المستويات سياسية اجتماعية معيشية اقتصادية أمنية على كل المستويات. خلينا نبدأ بالسياسي. السياسي 31 آب بذكرى تغيير الإمام سيد موسى الصدر طرح الرئيس نبيه بري مبادرة حوارية العودة إلى طاولة الحوار ولكن مضمون يكون على موضوع الاتفاق على الحكومة الاتفاق على البيان الوزاري الاتفاق بالمفرق على العديد من الأمور الأخرى بأخذ الملفات ملف في ظل غياب تام عمليا لكل مؤسسات الدولة. تقوص عليها هذه المبادرة اسم قبلها وقسم رفضها وقسم كان شوي انه ايه ومعقول وممكن يتم النقاش فيها. هوجمت هذه المبادرة اليوم عم في اعادة تفعيل لهذه المبادرة. برأيك بينفع هذا النوع من المبادرات هلأ؟ انا بتمنى انه اي شيء حواري يصير مثل كل لبناني. اي صورة حوار اليوم بتفيد. لا عم تحكي عن يابس انت صحيح. نحن بصحراء سياسية مش بس ماش في حدا عم يحكي مع حدا لبنان. هذا شيء مش مسبوق. لو ما في رئيس جمهورية بعد ورئيس سمام سلام يعني عبي كل مدي بعد مدي بيعملوا موجة تحريك لما يسمى ملف تأليف الحكومة. في شيء بالبلد سياسي اليوم من عدم السياسي بالكامل. وأي شيء يعني أي صورة بتطلع بتكسر هالصحراء هاي بكون كتير مفيدة. بس اللي بصراحة متأمل إنه يصير شيء من هالنوع لا ماني متأمل. مش نحن هاي الموجات عم بتصير كلها على وقع الأزمة السورية وعلى واقع ارتباط الأزمة اللبنانية اللي صار أخطر بكتير. يعني ارتباط كتير عضوي يعني الأزمة السورية لدرجة غير قابلة للفكاك عنه. ما عاد فيك بقى تعملي أي شيء قبل ما تشوفي شو وين رايح الأزمة السورية. بدليل أنه كل مبادرة عم تطرح بغض النظر عن موقف هذا الفريق أو ذاك منها عم تكون محكومة سلف بالعقم وأنه ما راح تمشي. ليه؟ لأنه عم تجي بلحظات عم تكون محتدمة فيها الأزمة السورية وعم تنتقل من جولة على جولة. رئيس بري طرح مبادرته قبل كم يوم قصة الضربة العسكرية صحيح. كان في وقتها كان في شيء تاني بعرف شو هو. مهم اجت الضربة العسكرية خلص ما عادش حكي فيها. وهلأ جينا على التسوية الكيميائية. معقول اليوم تتوقع حوار وحكومة قبل ما نعرف كمان وين راح التسويق الكيميائي؟ فإذا شو بكره بعد شوي حيكون في شيء ثاني وشيء. فإذا شو عم نعمل يعني بس هي فكره ناطرين. الصوره يعني بس انه الناس حتشوف على صفحات الصحف وعلى الصفحه الاولى بالنهار صورتهم قاعدين وخلص هالقد على الدنيا السلام. لو في حد ادنى من شو بدي اقول لك يعني من حس وطني من رغبه حقيقيه لانقاذ البلد بالحد الادنى كانوا على الأقل بيحايدوا ملف الحكومة وبيتفقوا على شيء من النوع. بس بالطريقة اللي صايرة اليوم أنا يعني جمعة الماضي كتبتها نحن عايشين بظل حرب رهانات بس شيء تاني. هلأ جايين نحكي جايين بالتفاصيل عليها. عن الرهانات لا هي أساسية ولكن بالموضوع. طيب وين الخلل في مبادرة الرئيس بري؟ ليش هو إذا مسألة الرئيس بري بالذات حصرا ما هلا ما في غيره على الطاوله الا في رئيس الجمهورية اكيد بس انه هيدي هلا اخر شيء رئيس نيمان معلقين صحيح انه هدوك كانوا اسهل بس يعني. كلهم بجو الحوار يعني كلهم بجو العوده الى طاوله الحوار. هلا تختلف طريقه مقاربه الامر بس انه صاحب الشأن الاساسي بالحوار كان اللي مسلم فيه بالدورات السابقه للحوار هو رئيس الجمهورية وصاروا ببعده ورغم كذا مبادرة ما مش الحال. بس اليوم عند الرئيس بري اختلف المضمون خلينا نقول يعني ما عادت واقفة القصة عند والله استراتيجية دفاعية عم نحكي بموضوع آخر عم نحكي عن الحكومة. طيب هلأ اليوم ما في قدرة انه يقعدوا يحكوا بموضوع حكومة وين بدو يقعدوا بمجلس النواب فريق 14 قدر عم بيقاطع ما عم ينزل وعم بطير الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب. يمكن العالم نسوا حتى كل فريق عشو عم يعترض على التاني على طول الزمن ايه بفتكر يعني لما يمكن ما نرفض الغبر عن ذكرت العالم ليش مش عم بنقد مجلس الوزراء وليش مش عم بنقد مجلس النواب وانتم باي ظل بظل اي نظام اليوم في لبنان. اصح القول انه بظل اللا نظام في لبنان. نحن اليوم بظل لا نظام بالكامل يعني اول مره بتصير بفتكر انا على فوقتي حتى بالحرب اوكي الحرب يعني بس من 38 سنه من 75 لليوم يمكن يكون لبنان قدام واقع ما شافه من قبل لا نظام ولا سياسي ولا
وحكومي معلقة وحكومي على الطريق ومدري شو وما حدا بيحكي مع حدا وارتباط كلي بأزمة سوريا وما حدا بيعرف وين رايحة، هذا وضع مش مسبوق بلبنان حتى بالحروب. حتى بالحروب كان في بوصلة بتعرفي وين رايحة الأمور. اليوم أنت ما بتعرفي حالك وين رايحة، بعد ساعة ما بتعرفش في بالبلد. فأنا ما بعتقد إن في أسوأ من هيك بعد. ثم والأهم منها وكلهم سوا إنه ما رح تنجح ولا مبادرة قبل ما هالفريقين الكبار بالبلد يعرفوا وين راح الأزمة السورية. طيب. لا يحتن تخبى وراء أصبعنا يعني. طيب بهيدي الحالة، بهيدي الحالة شو بينعمل لحتى على القليلة يعني ما في أمل للتقدم لقدام هلا وتحريك الأمور، بس على القليلة نبقى مثل ما نحن، يعني ما نرجع لورا وما يدهور الوضع أكثر. وحذر امبارح بلقاء الأربعة، حذر الرئيس بري، قال هلا هو عم بيقول على شفير الهاوية، يمكن نحن شايفين حالنا صرنا بنصة يعني ما مش بعدنا فوق، عملنا أول سقطة، هلا بانتظار السقطة الأخيرة عمليا، شو بينعمل لحتى ما تخرب على الاخر، يعني يضل الواحد على القليل يقدر يظهر من بيته. هي ما خربت على الاخر. لا عم تخرب، إيه؟ شيء مقربه، عم اقول حتى لي ما تخرب. ما يعنينا نحن ضربه استباقيه. فاين، بس نحن بلبنان اليوم ما حدا فيقدر يشوف الامور قد ما بهالحاله البائسه هيدي، ما حدا عم يقدر يشوف الزاويه الثانيه اللي اخف سوادا. خف سوادا انه هو منهار وضع في البلد. لازم نعترف ونقر ونقول كتر خير الله انه بعد في جانب ايجابي بالبلد، ما خربت بالكامل هالمرة، كان ممكن كتير تخرب أكتر من هيك بكتير بكتير، ولازم نعرف الشيء نحن كلبنانيين. بما يعني أنه في خطوط حمر بعد ضابطة الوضع في لبنان، في خطوط حمر خلينا نشوفها. هاي الخطوط، شو الخطوط؟ هيدا اللي صار بالسنة الماضية وعلى الأقل بثمان أشهر الماضيين لليوم، لو ما في خطوط حمر كان لبنان راح على حرب. مين بحط هاي الخطوط الحمر؟ الأطراف الداخليين ملتزمين فيها، والأطراف الخارجيين كمان بدهم إياها وفرضينها، إيكومبري يعني أطراف الإقليميين بيمونوا على الأطراف اللبنانية. لا، فيها المرة شيء ممنوع ينفجر لبنان، ما انفجر لبنان. مش معنى ذلك أنه لبنان في منأى عن التفجيرات وعن الاغتيالات وعن الأوضاع الاقتصادية المرعبة وعن 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 والانسداد السياسي، هي عم نعيشه. هي الجانب، هو الكلفة اللي عم نعيشها لربط أزمة لبنان عنوة أو قسرا أو طبيعيا ثلاثة سوا مع بعضهم بالأزمة السورية. بس بالمقابل لأول مرة لازم نشوف نحن إنه لبنان نجا من الانفجار الشامل، وإن شاء الله حينجا، مش نجا في السابق وإنه ممكن يكون بعده مش حينجا من المستقبل. أنا من الناس اللي بيشوفوا إنه من الأساس كنت عم راهن، إذا صح الرهان هون وأنا حقي راهن هون، مش الرهانات اللي بيحكوها القوى السياسية، صحيح. كنت عم راهن على الشيء من الناس، وأنا كذا مرة قايلها معك هون، ما كنت شايف إنه فعلا رأي البلد على خراب نهائي، وان شاء الله انه مبين هالشيء. خلينا نشوف هالزاويه. ايه، هي كثير مهمه هيدي الزاويه، ولكن القصه عم توقف مثل ما بيقولوا على على الشعره، هيدي شعر الشعره عايشين عشوار البعير، يعني عايشين عشوار، انه عايشين عشوار. بس شو اللي بده يخلي الامر هالقد يضل متماسك؟ نحن اليوم بوضع امني يعني لا يستهان به، وضع منه مرتاح ابدا، وضع مثلا سمعنا عن مين حكى لا سمح الله عن اغتيالات، سمعنا عن مين حكى كان في سيارات مفخخة، ما حدا قال انه انتهى الموضوع هون، سمعنا عن مين حكى عن اغتيالات، اذا صار بالبلد مثلا اغتيال كبير على مستوى يهز البلد، شو اللي بده يضل قادر يضبطه؟ وخصوصا انه عم نسمع عن سيناريوهات موجودة وين ما كان كل يوم نقراها. انا ما بحب هالفرضيات المسبقة عن قصة الامن، بالامن بالذات مش بالسياسي، بالسياسي ماشي الحال، بس انه في اغتيالات وفي كذا وفي كذا. انا شفت موجي صارت بالشهرين الماضيين كل لبنانيين، وبعدين بتامل انها تكون تراجع، مع اني ما بسترجي يعني راهن انه تراجع، ما بعرف، بعرف انه هيدا كله سوا مربوط تطورات الازمه السوريه والوضع الاقليمي طبيعة الحال، مش لحاله يعني، نحن مربوطين هون. هلا بهو الشهرين او بالشهر الذي تلا انفجار طرابلس بعد الرويس، شفنا شيء منيح بمسألة الأجهزة الأمنية، يعني بين الأجهزة شوي معضلة أكثر من العادي، أكثر من قبل، على الأقل شفنا نتائج، في عصابات اعتقلت بمسألة إطلاق الصواريخ، صار في تفكيك الصواريخ، صار في نتائج بقصة متفجرة طرابلس، في موقوفين، ظهر واحد وبقي اثنين، بس إنه في موقوفين، يعني على الأقل هذا بيعطي حد ما من الضمان إنه مش يعني الأجهزة الأمنية اليوم بحالة استنفار كتير كبيرة. وإذا عم يتنافسوا على الأمن بيكون كتير منيح، ما يتنافسوا على شيء تاني.
وانا شايف شيء من هالنوع يعني كنا شايفين الله يديم نعمه على الاقل يتنافسوا على الشيء بيفيد اللبنانيه مش على الشيء اللي بيخليهم يسترهنوا حالهم اكثر عند القوى السياسيه ويتدخلوا بالسياسه او يتدخلوا بصناعه قرار سياسي وهي مش شغلتهم هن بالمبدا اجوا السياسيين اعطوني اياها يا دكور بس هلا بالوضع الحالي لا في شيء منه هالقد خطر منه هالقد بس هل انه في ضمان اكيد لا اكيد ما في ضمان ما في شيء بيعمل لك ضمان غير ميزان السياسية ما تضحك على حالك يعني شبكه الامان اللي نحن كلبنانيين محتاجينها اليوم لنخفف مقدار الممكن ما في شيء بوقف ابدا الاختراقات الامنيه بس بدها تصير حتى مع توافق سياسي بس بالحد الادنى من شبكه امان سياسيه بلا بخف خطر الاستهداف الامني هذا هو اللي احنا بيعنينا كالناس انه يصير اتفاق على حكومه ما بالحد الادنى من التوافق السياسي بس تعمل الضرورات الأمنية والاقتصادية وحاجات الناس حتى انتخابات الرئاسة هيدا العقد اللي وقف بسن المنشار مثل ما بيقولوا يلي هو هذه الحكومة وتشكيل هذه الحكومة شكل هذه الحكومة الاتفاق على هذه الحكومة اليوم كتير يعني الثمانية ثمانية ثمانية مرفوضة تلت معطل مرفوض كل هذه الأمور مرفوضة اليوم آخر الحديث عن أنه الحديث جاري حاليا هيدا نقلا عن صحيفة المستقبل بتقول انه الحديث الجاري حاليا هو تشكيل حكومه مصغره بين 14 و18 وزير على ان تكون ولادتها خلال الاسبوعين المقبلين على الاكثر وقبل سفر رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان الى الامم المتحده ب 25 الشهر الجاري للمشاركه في عمل الجمعيه العموميه وبالتالي فرئيس الجمهوريه يشارك في اتصالاته مع الاطراف الداخليين لمساعده الرئيس المكلف تمام سلام على انجاز تشكيلته اما زياره رئيس الجمهوريه المرتقبه الى السعوديه فلا تزال قائمه ويجري حاليا ترتيب المواعيد للزياره بين بعبدا والرياض طب اليوم لما عم نحكي عن هذا الموضوع ولما كمان مصادر مقربة من رئيس الجمهورية وأجواء زوار رئيس الجمهورية بتقول أنه لا في الحيح أنه قبل الذهاب إلى نيويورك يكون في فعلا هيكل حكومة وفي أسماء وفي عملية اتصال حثيثة مع بين الرئيسين فخامة الرئيس ميشيل سليمان والرئيس تمام سلام على عملية وضع الأسماء والتشكيل طب هيدا على أي قاعدة؟ قعدوا مع بعضهم وحكيوا شو بدهم يعني امبارح كان الحاج محمد رعد التقى رئيس الجمهورية برأيك صار في فعلا تصور وهيكلية لحكومة أولا رئيس الجمهورية راي على نيويورك ب 22 مؤتمر 25 متعلق بلبنان يعني بعد في 10 أيام هذا المشهد اللي عم تشوف فيه اليوم هل يمكن أنك توقعي معه حكومة بعد 10 أيام؟ بصراحة نيه. بس فيك تتوقع معه جسنا فيك تتوقع معه دفع يعني قوي كتير وهذا حصل واللي عمله الرئيس بري امبارح واللي منيح فيه انه عمل شيء عملي شكل وفد انه يروح يعمل تواصل صحيح. مع كل القوى شيء اللي ما قدر يعني يمكن اللي بين انه هذا هو الثغرة بمبادرته مرة الماضية انه طرحها ويمكن تاني بعدين سافر مكان هون فتركها بدون ما عملها لوبينج هلأ بيعملها لوبينج بيبعث لك الوفود ويمكن بالحوار نوصل على أمور تاني شو بعرفني إذا مش هاي نوصل على شيء بالنص على الأقل بيّن الرئيس بري وهون لازم نعترف أنه عم يسعى الزلمة يحرك شيء ساكن لازم يعترف له بذلك ودائما بغض النظر بترجع بتحوره بدوره بترجع ملعبه مفروض يعني. مفروض هذا دوره كمان صحيح. يعني مش بس كفريق سياسي فريق سياسي عمل إثارة لدور فعل سلبية على مبادرته بس كرئيس مجلس النواب عم بيلعب دور كمان بهالموضوع لازم يتساعد من كل الاطراف ويفتحوا حوار معه ايه اذا مش ماشي الحال بخمس ايام مفتوحين بالحوار على شكل الحكومه ومضمونه وبدي شو والاستراتيجيه الدفاعيه طب تعالوا نتفق على شيء ثاني ليش لا بالاخذ والعطاء ممكن اذا في رغبه انه نكسر الازمه ساعتها بنشوف فين له رئيس بري فيك تمون على حليفك العظيم على حزب الله حزب الله وحليفك العظيم الاخر وانتم يا 14 أدار وكذا فيكم تقدروا تعملوا يعني ائتلاف ما لنعمل كريتير جديد لحكومي بلكي نحطها بعهدة الرئيس سليمان وعهدة الرئيس المكلف منشوف بس أنا شخصيا بقول لك أنه كله هذا ما في مؤشرات الصحن تدل على هذا مش رح يبين من هلا مع الأسف يعني ماني يعني إيش كمان بخضم النقاش في عملية نقاش على النائب النفس
وقديش فينا نسحب حالنا من الأزمة السورية، وفي عملية نقاش على إعلان بعبدة يلي بينطرح وبينسحب بينطرح وبينسحب ورافضينه ومش رافضينه وموقعين عليه ورافضينه، يعني في هيدي الدباجة كل على بعض، علما أنه هلأ بعد شوي هلأ وصل من دوائر القصر الجمهوري أنه سيكون هناك كلام أو بيان من القصر الجمهوري حول إعلان بعبدة بالتحديد. طبعا رح نكون بانتظار صدور هذا البيان. قبل ما نغوص بهذه التفاصيل خلينا نقوم مع زميلتنا كريستين حبيب بجولة سريعة على الصحف. صباح الخير كريستين. صباح النور سمر لك ولضيفك أستاذ نبيل. اليوم جولتنا رح تبدأ دولية وتحديدا مع صحيفة كوميرسانت الروسية. صحيفة كوميرسانت اليوم كشفت عن تفاصيل الخطة التي وضعتها روسيا لنزع أو إزالة السلاح الكيميائي من سوريا، وطبعا سأبدأ مع هذه الصحيفة. تفاصيل المبادرة الروسية لوضع الأسلحة السورية تحت الرقابة الدولية، إذن هذا هو العنوان في صحيفة كوميرسانت. المرحلة الأولى تقضي بانضمام سوريا إلى منظمة حظر السلاح الكيميائي، وفي المرحلة الثانية تعلن دمشق عن مواقع تصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية، ثم تسمح لمفتشي منظمة حظر السلاح الكيميائي بدخول هذه المواقع في المرحلة الثالثة. في المرحلة الرابعة تقرر دمشق بالتعاون مع المفتشين الدوليين من وكيف سيتم تدمير هذه الأسلحة. وزير الخارجية السورية وليد المعلم وافق على هذه الخطة خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، وروسيا والولايات المتحدة قد تقومان معا بتدمير الأسلحة الكيميائية في إطار برنامج مجدد بشأن تعاون البلدين في تدمير أسلحة الدمار الشامل في دول ثالثة. من الكوميرسانت إلى افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المميزة اليوم جدا بما أنها بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كتب فلاديمير بوتين تحت عنوان نداء من روسيا من أجل الحذر في نيويورك تايمز: هناك أبطال قليلون للديمقراطية في الحرب الأهلية التي تعصف بسوريا منذ عامين ونصف، لكن يوجد عدد وافر من مقاتلي القاعدة والمتطرفين يقاتلون الحكومة. يتابع بوتين: الهجوم بأسلحة كيميائية في شهر آب هو على الأرجح من عمل قوات المعارضة الساعية إلى إثارة تدخل خارجي، ويتعين علينا أن نتوقف عن استخدام لغة القوة. الضربة المحتملة من الولايات المتحدة ضد سوريا على الرغم من معارضة دول كثيرة وزعماء سياسيين ودينيين بارزين بمن فيهم البابا سينتج عنها مزيد من الضحايا الأبرياء والتصعيد، وهو ما قد يوسع نطاق الصراع إلى ما وراء حدود سوريا. يتابع بوتين: إن ضربة عسكرية إلى سوريا ستزيد العنف وستنطلق موجة جديدة من الإرهاب، إنها قد تقوض الجهود المتعددة الأطراف لحل المشكلة النووية الإيرانية وتزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المزعج أن التدخل عسكريا في الصراعات الداخلية لدول أجنبية أصبح شيئا عاديا للولايات المتحدة. هل هذا في مصلحة أمريكا على المدى الطويل؟ أشك في ذلك، يقول بوتين. هناك الملايين حول العالم الذين ينظرون بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة ليس كنموذج للديمقراطية، بل تعتمد فقط على القوة الفجة ونسج ائتلافات تحت شعار إما أن تكون معنا أو ضدنا. من النيويورك تايمز إلى الغارديان البريطانية، ودائما نتابع في الموضوع السوري. من الغارديان هذا المقال: مبادرة روسيا لن تخفف من معاناة الشعب السوري. مبادرة نزع ترسانة الأسلحة الكيميائية المزعومة لدى الحكومة السورية لن تخفف من معاناة الشعب السوري العالق مع نظام الأسد الوحشي، لكنها بالتأكيد سوف تصب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمثل انتصارا له. المبادرة لن تجرد النظام السوري من تلك الأسلحة، لكنها جردت البيت الأبيض من الحيل لتبرير التدخل في سوريا، والتوقيت الذي اختاره بوتين لعرضها جعل منه صاحب الفكرة التي حازت على دعم الأمم المتحدة إيران وطمأن بها حلفائه. تتابع الغارديان: الارتياح الذي أبدته الأمم المتحدة وأوروبا للفكرة أجبر الرئيس الأمريكي على تلقي المبادرة الروسية بكثير من اللهفة، خوفا من تبعات تدخل عسكري يرفضه شعبه. عفوا،
ويرجح أيضا أن يرفضه الكونغرس بحسب الغارديان. إن من المفارقات أن تسهم روسيا في إعادة سلطة اتخاذ القرار إلى مجلس الأمن بعد أن عرقلت عمله مرات عدة بخصوص الشأن السوري، وهو ما قد ينقذ منطقة الشرق الأوسط من الأحادية الأمريكية في اتخاذ القرارات الطائشة. من الغارديان نذهب الآن إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، وفي صحيفة الأخبار اليوم تحقيق مميز ولافت للزميل رضوان مرتضى. صحيفة الأخبار قامت باختبار على الأراضي اللبنانية جولة مواد متفجرة في بيروت والضاحية. استعانت الأخبار بصديق وضع في سيارته قنابل يدوية عدة وأصابع ديناميت وفتيل تفجير وصاعق. لم يخبئ الصديق هذه المتفجرات بل وضعها في تابلو السيارة الأمامي. صعدنا معه في سيارته ثم قمنا بجولة على عدد من المراكز التجارية واجتزنا حواجز أمنية بعضها تابع للجيش وأخرى يتولاها عناصر انضباط في حزب الله في الضاحية. هكذا بدأت الرحلة، فتمكننا من الدخول إلى معظم المراكز التجارية الضخمة في بيروت وضواحيها وصولا إلى ساحل كسروان. مرت السيارة على الجهاز الذي يزعم أنه لكشف المتفجرات لكن الآلة بقيت ساكنة. ركننا السيارة داخل هذه المراكز. أردنا المغامرة أكثر فقررنا الدخول إلى الضاحية، ورغم عشرات الحواجز التابعة للحزب المنتشرة فيها تمكننا من المرور عليها جميعا. الشباب هناك يفتشون في معظم الأحوال صناديق السيارة فقط دون ما الالتفات إلى مخابئ سرية محتملة شبيهة بتلك التي عثر عليها في سيارة النعم المفخخة، والتي تبين أن فيها مخبأ مخفي في المقعد الخلفي يحوي كمية كبيرة من المتفجرات. أكملنا طريقنا فيما القنابل اليدوية وأصابع الديناميت والفتيل والصاعق كانت لا تزال داخل السيارة. فشلت الأجهزة في الاختبار، لكن ربما يكون هناك أجهزة أكثر فاعلية. حملنا قصتنا إلى ضابط في جهاز أمني رسمي خبير في مجال المتفجرات، سألناه عن جدوى هذه الأجهزة فرد ضاحكا بأنها ضحك عدؤون. صحيفة المستقبل سبق وقرأت الزميلة سمر منذ بعض الوقت ما جاء فيها عن أن هناك اتجاه إلى تأليف حكومة مصغرة تتألف ما بين 8 و14 وزيرا، وأيضا هناك استعدادات لسفر الرئيس ميشيل سليمان إلى السعودية ودوائر قصر بعبدة تنسق مع الرياض لإعداد جدول أعمال هذه الزيارة. وبالتالي سننتقل من صحيفة المستقبل إلى صحيفة الشرق الأوسط وخبر آت من القاهرة. كشفت مصادر قضائية مصرية عن اقتراب موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي علنية بتهم منها التحريض على العنف، لافتة إلى أنه يجري حاليا الاختيار بين عدة مواقع في القاهرة لبدء محاكمة مرسي الذي جرت الإطاحة به قبل شهرين في العديد من التهم، من بينها التحريض على العنف في آخر خطاب ألقاه للشعب، مشيرة إلى أن مرسي محتجز في مكان آمن ويتمتع بصحة جيدة لكنه لا يقدم أي تعاون يذكر مع المحققين. من عناد مرسي مع المحققين ننتقل إلى مجلة فوربس التي نشرت قائمة بأثرى 5 سيدات في العالم، وسنلقي الضوء على بعض ما جاء في هذه القائمة. وفي المرتبة 5 جورجينا رينهارت 59 عاما، تمتلك أصولا قيمتها 17 مليار دولار، وهي أغنى سيدة في أستراليا وقد ورثت شركة كبرى متخصصة في مجال التعدين. في المرتبة 4 أريس فونتيبونا 70 عاما، وهي أغنى امرأة في تشيلي، تملك ثروة تقدر ب 17.5 مليار دولار وقد ورثت هذا كله من زوجها وتمكنت من مواصلة الأعمال وإدارتها بصورة ناجحة. في المرتبة 3 أليس وولتن 63 عاما، تقدر ثروتها ب 26.3 مليار دولار، وهي الابنة الوحيدة لسام وولتن مؤسس سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الشهيرة وولمارت. في المرتبة 2 كريستي وولتن 58 عاما، وهي أرملة جون وولتن وتمتلك ثروة قدرها 28.5 مليار دولار. أما في المرتبة الأولى فتحل ليليان بيتانكور الفرنسية، تبلغ من العمر 90 عاما وهي الأكبر سنا في هذه القائمة. هي أغنى امرأة في العالم على مدار سنوات متتالية بامتلاكها ثروة تقدر ب 30 مليار دولار، ومصدر هذه الثروة هو أنها المساهم الرئيس في شركة لوريال لمستحضرات التجميل في العالم. ذلك سمر،
انت اقرب بالمرتبه الثانيه فرق النون بينك وبين كريستيان هولتون يعني بركي انت اقرب على هذا الموضوع اكيد هذا الشيء بنتمناه للجميع وبركي كمان هيك نخلص من الدين العام انا بتبرع فيها للدين العام شكرا لك كريستيان حبيب على الجوله متابع الحوار معك استاذ نبيل بنحكي شوي عن اعلان بعبده طبعا هلا الموضوع السوري اللي فرانه كله رح نناقش فيه بالتفاصيل لكن لنكمل موضوعنا المحلي اعلان بعبده ليش هيك صار كلهم قعدوا في بعبده كلهم وافقوا ووقعوا بس ظهروا صار في هيدا الكلام وفي الكلام الشهير لنائب محمد رعد يعني اللي قال بهيدا الاطار امبارح نائب محمد رعد رجع طلع على بعبده وشفناه اجتمع مع فخامه رئيس الجمهوريه وهلا في بيان مثل ما قلنا بعد شوي حول اعلان بعبده بده يصدر عن دوائر القصر الجمهوري اعلان بعبده صالح برايك ما في امكانيه لتعملي اي لمي بالبلد تخفف شوية وطأة عن الأزمة السورية غير بإعلان بعبده لأنه شكل الحد الأدنى المعقول للاتفاق عليه بدون ما نرجع نغطس بتعقيدات المستحيلة للجيش والشعب والمقاومة اللي أطاح بإعلان بعبده برأيي طبعا يعني هو حزب الله لما تورط بالقتال بالقصير وضع حد لالتزاماته بالنسبة لإعلان بعبده باسباب استراتيجيه وغير استراتيجيه بده يقول لك هل حزب الله هو الوحيد يلي متورط بالقتال لا في بس في احجام بالتورط يمكن هو الوحيد الذي تجرأ على الاعلان لا لا, لا بس في حدا ثاني بحجم تورطه كان لحزب الله طرف لبناني يعني بتقولي لي هلا في ميليشيات لتيار المستقبل طويله عريضه عم بتقاتل بحلب يعني لا يعني كل واحد على حجمه لا انه معلش وحجم التورط لأي طرف آخر حتى هودي الفئات الإسلامية اللي تورطوا بسوريا قديش حتى تورط حزب الله اللي هو تورط جيش نظامي معلن ومش مخجول فيه ولا يزال وسيستمر هذا هو اللي وضع حد لإعلان بعبده ميدانيا وسياسيا ومعنويا ومعنويا في إمكانية نرجع نلحم هالقصة اللي انكسرت بشكل كتير يعني ما عاد فيكي تعملي شيء يعني بهالموضوع إذا ما اتفقتي مع حزب الله على إنهاء تورطه هناك وبشكل حاسم يعني لانه ما فيك تعملي شيء اسمه اعلان بعبده مع طرف هالقد متورط بسوريا ومقتنع انه حيضل متورط على طول مع النظام. فاذا كل الحكي عن اعلان بعبده بيصير هباء منصورا اذا ما اتفقتي مع حزب الله على هذه المشكله العضويه اليوم اللي صارت اهم من مشكله السلاح واخطر عم نحكي واخطر مشكلة. عم نحكي بالنائب النفس وباعلان بعبده يلي هو ركيزته مثل ما تفضلت وقلت هي عمليه النائب النفس وعدم التورط في الاحداث السوريه. اليوم مو اي نائب النفس بدنا نحكي عنه، حزب الله صار امر محسوم يعني وشبه استحاله شبه استحاله انه ينسحب او يرجع لورا وكلام سمحت سيد حسن نصر الله كان واضح جدا لبل الى الامام اكثر انه قال انه مستعد انا اروح مع اخواني الى القتال في سوريا. امبارح اتصال الذي جرى بين كيري بين جون كيري وفخامة الرئيس ويلي رجع كمان أكد على عملية النائب النفس نائب لبنان بنفسه عن الأزمة السورية. طيب في استحالة بهذا الموضوع هلا شو بدنا نعمل؟ ما في رئيس على الأقل من جهة حزب الله رئيس الجمهورية عم ياخذ موقف مبدئي ما في حيد عنه مثل ما واحد يعني مثل ما هو قيم على الدستور كمان ما في تخيل رئيس الجمهورية عم يقول لك طيب نتساهل بمسألة الدستور طيب شو بيبقى من دوره ساعتها؟ ما هو لحد هلا رجع بعد في عنده 8 اشهر من ولايته وعطروا له اياهم قبل من سنه يعني تمام ما خلوا يعني لا حكومه ولا لا 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 على الاقل بده يضل ماسك يعني ماسك مساله الدستور بايده وما يطلع منها وهذا اعلان بعبده صار بتوافق كل الاطراف ما بقى يعني ما عنده شيء ورقه مقابيل يعني اهوال الوضع اللي ممكن تيجي علينا من سوريا غير هذه الورقه بايده هذا اعلان بعبده ما في تراجع عنه رئيس الجمهوريه حتى لو خرقوا كل القوى مش بس حزب الله ما في تراجع عنه لانه خلص صار هو الاجماع الوحيد اللي عمله بالحوار فوق وهيدي هي الورقه الوحيده اللي بايده كل ساعه يرفعها هلا ويقول للدول احنا عندنا شيء فينا نشتغل عليه عم يحاول يشتغل عليه بس بيقول انه انا متفائل انه يتنفذ لا اكيد لا لانه خلص من الاساس انكسر مع تورط حزب الله فوق بهالحجم لو بقت القصه بحجم معقول نسبه كان في امكانيه تلميها
بس هذا حجم استراتيجي بالتورط. طيب. مش مزحة، مش تكتيكي. وجود حزب الله في سوريا وانغماسه هالقد في القتال فوق عملية وجودية بالنسبة له، عملية مش وجودية بس على صعيد حزب الله، يعني هو يقول بأنه يوفر على الداخل اللبناني مشكلة وحرب كبيرة. يعني بيقول المشكلة الحرب الاقتتال بدل ما يصير على الأرض اللبنانية عم بيصير على هاي أدبيات حزب الله وبس. بس السيناريوهات يعني على مدى الأيام الأخيرة وخصوصا من بعد الحديث عن الضربة ومن بعد ما كشفنا نحن في قناة الجديد في معلومات خاصة للجديد عن أنه السيناريو المرسوم كان ضربة مزدوجة، يعني ضربة على سوريا وعلى لبنان بنفس الوقت بهذا الإطار، لأنه في مستهدف أساسي بهذا الموضوع هو حزب الله. طيب كل السيناريوهات الأجنبية المحللين خلينا نقول والمراقبين والمستشرقين كانوا عم يحكوا عن فكرة أنه أي ضربة فعلية بدها تصير على سوريا بدها تطال لبنان حكما. طيب هون شوي عم نجرب نقرب من منطق حزب الله أنه يمكن معهم حق هودي الجماعة، أنه عم بيوفروا أنه قتالهم هونيك ووجودهم هونيك هو عم بيوفر على لبنان معركة حتمية ستكون في حال يعني انهار النظام واستلموا ليش ما تاخذي المقلب الثاني كمان الفكرة أنه لو ما يتورط حزب الله بسوريا كان ممكن كتير نكون حدينا من انعكاسات الأزمة السورية علينا. كيف؟ ما كنا رحنا حركشنا بكرة ببير اللي بيسميه حزب الله التكفيريين مع انه مسحوا تاجلت مسحوا يعني كل شيء في يعني اسمه بالنهايه بس انا من هونيك بدهم يكملوا بدهم يجوا لهون. انا مش مخبي عيني عن وجود التكفيريين بسوريا حتى يكون واضح، حتما وجودهم كثير كبير وخطر جدا جدا، بس انه تنمسح كل الثوره السوريه بالتكفيريين هيدي صارت لعبه سياسيه دعائيه. حزب الله حط بس هيدا الشرخ بوجنا وحطه دعائيا بس بوجنا انه راح لهونيك ليقاتل التكفيريين لئلا ينتقلوا الى هون، لانه هو هذا بهمه. طيب من هالمساله على بعضها هذا الشيء اللي بهمه، هي منطق استراتيجي اذا ما هو استراتيجي فعلا. طب بالوجهه الاخرى في ناس بتقلك انه لو ما تروح لعندهم لهونيك ما حركشتهم يجوا لهون. انت مش معني اخشي انت لبناني شو ما كان، حتى لو كان انت كلبناني رحت فتحت حتى لو كان بمصاف الضرب الاستباقيه خلينا نسميها. وبعدين شو كان ممكن يعني انه ليش انت ليش ما بتحيد حالك عن ضربه وبتحسن وتحمي حالك جوات حدودك مش افضل 100 مره وتاخذ معك كل الاطراف اللبنانيين؟ كيف كان بده يحمي الموضوع استاذ نبيل وانت بالجو كتير منيح واكثر من الجميع وانت بتعرف كل شيء كان عم بيصير على المعلن والغير المعلن بهذا الإطار، قديش أنه عملية النزوح بغض النظر عن المفهوم الإنساني ولهذا الأمر قديش خلفت وراء بؤر، قديش خلفت وراء تجمعات ليست أبداً بوارد تكون نزوح وحالات إنسانية، يعني عملت بدي اسميها عصابات، هي خلايا نائمه جاهزه لتتحرك باي لحظه بدها تتحرك فيها. يعني هذا شيء نحن عايشينه كنا رح نعيشه بوجود حزب الله جوا وبعدم وجوده. مزبوط كل هو خديهم حطيهم مع الاف كلها سوا مع الهدا، وخدي معي هاي الفرضيه لو حزب الله بقي بالداخل اللبناني وعمل شبكه امان سياسيه وعملنا حكومه ويعمل كل تدابيره الأمنية الوقائية حتى هيدي المسألة اللي ما حدا عم يقبلها يعني بالمبدأ وهي ماشي قصة الأمن الذاتي وغيره وبس بقي بالداخل، ما تقولي لي إنه ما كان حد كتير من انعكاسات الأزمة السورية على لبنان. ثم ليش بده يحط حاله بعين العاصفة بضربة أمريكانية أو غير أمريكانية؟ ليه؟ فإذا في عنده التزام استراتيجي اسمه إيران بالدرجة الأولى، هو اللي خلاه يروح على هذا الالتزام. ليه بده يحط حاله بعين العاصفة حزب الله وحطنا معه بهالقصة فوق؟ يعني ليش كمان هو بده يستهدف ويخلي شبابه يقتلوا ليل نهار فوق؟ ليه؟ أي قضية إذا عم يحمي حاله أمنه الذاتي في كان يحمي حاله هون بلبنان بيحمي حاله أكتر ونكون كلنا معه وكلنا مع بعضنا. ما تقولي لي إنه هذا مش كمان منطق مش حزبي، هذا مش منطق حزبي، هي منطق مواطن مواطن يعني ما عنده شيء يعني حساسية فوق العادة على حزب الله غير مشروعه إنه مش عم يخلي الدولة تقوم. بس أنا ما عندي حساسية حزب الله بغير أمور، بس حزب الله أكل منطق الدولة وسيطر عليها وأقوى من الدولة بمئة مليون مرة صار وأملى سياسات استراتيجية خارج الحدود على كل اللبنانيين. كمان مرة تانية لو أنا بالصراع مع إسرائيل كنا نناقش بغير طريقة ويمكن ما يسمح لحالنا نناقش بهالطريقة.
بس يمكن هم يعني بيعتبروا انه إسرائيل. صراع مع اسرائيل بطريقه غير مباشره. طب بس يعني الصراع مع سوريا اليوم لما بنشوف على كل مفصل وقرار بنشوف الاسرائيلي هو المقرر بهذا الموضوع، حتى بموضوع مؤخرا الضربه العسكريه على سوريا مش بس مقرر، هلا حيتبين معك بعد شوي هو ماسك اللعبه كلها واعذريني على التعبير يعني انه طالعين الامريكان والروس بيشتغلوا عنده بس مش بيشتغلوش عند حدا غيره. هيدا اللي عم نقوله. ايه مش بس الامريكان ما حدا يعني بالنهايه هو الصراع مع اسرائيل بالواسطه، الروس عم بيشتغلوا لاسرائيل اكثر من امريكا، ما حدا ينغش. وبكره بنشوف جاي الايام شو راح يطلع بهي التسويه الكيميائيه. خلينا نروح على هالايام، خلينا نروح على جنيف اليوم. اليوم في اجتماع بجنيف، يعني ما حدا بيقدر يحطه، بيقعدوا يحكوا بالكيميائي ويحكوا بكل هال، ما حدا بيقدر يحطه الا بحال الا بي بي تحت منظار عمليه تامين، خلينا نقول هيدا الخروج المشرف من هيدي الازمه يلي كلهم حطوا حالهم فيها. بالنسبه للامريكان لباراك اوباما بالتحديد، كيف بتصنف هذه الازمه؟ هل اخفق سقط باراك اوباما بهالامتحان؟ انا ما كنت متوقع غير هيك، مع بدعي يعني لا واضح من الكتابات وواضح من اللقاءات يلي بتضل لك اياها. بتعرفي ليش؟ بتعرفي ليش؟ نحن اولاد المحنه بلبنان، يعني 38 سنه محنه من 75 لليوم، اذا نحن ما كنا صرنا نعرف بعنا نضج بس تشوف لعبه الدول كيف بتصير، فاذا ما ترك شيء فينا هالموضوع. نحن مش قوى سياسيه، مش مفروض فينا يعني ننهبل ولا مره بقى. ما قلنا حق، ما بدك تعمم، ما قلنا حق ننهبل، ما بدك تعمم، هذا فيك تحكي عن حالك إيه؟ بس ما فيك تحكي عن ناس راهنت أوكي. على هذا الموضوع مع الاسف ما فيك تحكي عن رئيس فؤاد السنيوره بيكتب ب بي بس ان شاء الله ارجع لاقيها لانه ضيعتها في صحيفة أجنبية، هلأ مش عم لقي لها اسمها. أنا اللي عم بيعنيه بهالموضوع بس لقلك صراحة يستجد الضربة من باراك أوباما ويدعو إلى التدخل، يعني القوى السياسية في ناس لا ينطبق عليها الكلام، في ناس ما تعلمي. أنا عم بحكي عن حالي. القوى السياسية، هلا بنحكي عن القوى السياسية بس نحن كأنا ابن محنة كصحافي كمواطن بدك إياه، ما كنت موهوم أبدا أنه أي إمكانية لهيك للتطورات المفاجئة اللي صارت ممكن تؤدي لحل فوري بسوريا. خلينا بس دقي انه المقال للرئيس السنيوره نشر في صحيفه الفورين بوليسي، انا ما قريته ما بعرف ما بدي اعلق عليه. رئيس السنيوره فيك تسالي عنه، عنوانه تدخل في سوريا سيد الرئيس أوكي. موجه لاوباما. سال رئيس السنيوره ما كنت يعني شايف انه هيدا الامر حيودي لضرب ساحقه ولحل ساحق وراها ولا كذا، ابدا ما كنت شايفها هيك. ثم وخصوصي لما رجع الرئيس اوباما للكونغرس، رئيس اوباما عنده الصلاحيه الدستوريه الكامله يستعمل كان صلاحياته ويعمل ضربه بدون ما يرجع على الكونغرس. لما قرر يرجع على الكونغرس تبين انه الزلمه مش قادر يطلع من الراي العام عنده. هلا هذا شيء هو قرر حبيناه ولا ما حبيناه، هو قرر ولا ارغم على الرجوع الى الكونغرس؟ يعني يلي بيتابع المسيره بدك قناعتي اوباما كان... انا برايي قناعتي ما كان ناوي على ضربه عسكريه من الاساس. مين كان بده الضربة؟ خلي ماني استراتيجي. مين كان بده الضربة؟ إسرائيل؟ ولا حدا، ولا حدا، بس الكيماوي هذا حشره حشره وما بقى قادرين يديروا ظهرهم للشرق الأوسط نهائيا. في تطورات أخرى أدت لهالشيء، منها مصر مثلا لما بيتمرر السيسي على الأمريكان وهو تلميذهم نجيب وبيعمل اللي عمله، حسوا الأمريكان إنه خلص والسعودية بلشت تفلت فلتت الشرق، يعني ما عاد هاي الإدارة الخلفية اللي كان عم بيمارسها أوباما من سنتين ونص من عمر الأزمة السورية لليوم بينت بلحظه من اللحظات بعد استعمال الكيماوي مش قبل، بعد استعمال الكيماوي انه عم تفقد الشرق الاوسط نهائيا امريكا. هون كان في شيء اسمه المصلحه العليا لامريكا، وفي شيء اسمه كمان الامن الاقليمي بيتعلق بالكيماوي، ولكن ما نستهين بالادبيات اللي عم تطلع بسلاح الكيماوي. نحن ما عم نشوفها هيدي، ما عم نصدقها مش ما عم نشوفها، انه ولو بس الكيماوي لا إيه؟ لانه الكيماوي لا بيؤدي لشيء كبير، ضايع الطاسة اكيد الكيماوي بيؤدي لشيء كبير، بس اليوم كمان انت امام معادله مين ضرب الكيماوي؟ لجنه التحقيق بعد مش عاطي بيانها النهائي، وقاعدين عم بياجلوا فيه، باراك اوباما عم بياجل عمليه كمان الكونغرس والحديث والنقاش في هذا الموضوع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيقول انه المعارضه ضربت الكيماوي، يعني ما كمان عم يستغبوا الناس،
يعني في عملية استغباء تام وتعمية تامة. لا لا هي طبيعة الصراع لحد هلا نحن بعد مش عارفين مين ضرب الكمامة. هي طبيعة الحرب الباردة التي تدور في سوريا وعلى سوريا وحول سوريا. الحرب البيت. طيب بس اليوم انت امام احدى اعظم الديمقراطيات بالعالم مثل ما بتسمي حالها، انا مش مقتنعة شخصيا بهذا الموضوع لا بعد تجارب بالعراق ليش لو ما كنت وغيرها لو اسمحي لي ناقشك انا لو ما كون في ديمقراطيه هلا هون انا بدي مش بديش عن الضربه ولا على الموجبات ولا على كذا باخذهم كلهم بواقعيه هدوك بس بالمساله الديمقراطيه لانه كتبت عنها كمان لو ما في ديمقراطيه بامريكا لو ما في ديمقراطيه بامريكا كان اوباما عم يضرب سوريا اليوم لحما امريكا سوريا من الضربه شعب الامريكان حلو هيدي شهيده نقطه كثير مهمه بعرف شو رايك بيقنعك هيك كلام يعني انه بين انت لا يقنعني مع الاحترام يعني للجميع ولكن ما دام في تسجيلات وفي ليش ما بتنعرض فعلا تنحط امام الراي العام انا وياك كصحفيين انا معك كصحافه بس بدك تحطي حالك محل سيد القصر بالقصة ما له حق يكشف فيك بس المهم بهذا على قاعدة المجلس بالأمانات طبعا يعني طبعا طبعا بس أنا وياكي أكيد نتمنى هيك أحلى شيء هي إنك تكشفيها مثل ما هي مين كان معه مين كان ضد وحطي لهم هالتسجيل وأحلى شيء يعني بس بفتكر له أهميته هالتوضيح اليوم إنه كأنه رايح الوضع على حكي عن جديد بكل المشهد يعني تنسيش انت انه رئيس الجمهورية راي على نيويورك وفي مؤتمر مش هيكون بعيد عن السياسة كمان ما هيكون بعيد عن السياسة لما تنظم الامم المتحدة والتحريك اللي عم يصير لملف الحكومة امل يعني بحذر شديد جدا 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 انه يكون هيك بلشت في فسحة للسياسة بالبلد عودة السياسة برأيك هيدا يعني ان شاء الله تكون هاي من المشاكل يعني بين تحريك الرئيس بيرلي برأيك هيدا البيان موجه للداخل ولا للخارج لا للداخل بس للداخل اكثر من خارج منه يعني منه معني هلا يعني بين بعبدة ما قال بين مزبوط كلام كذا مره طلع تأييد من مجلس الامن ومن الامم المتحده عن بين بعبدة هلا اذا كان في شيء يعني كمان يواكب التحضيرات لمؤتمر نيويورك بهالخلفيه ايه ليش لا ما بتحس بالتوقيت هيك بذكر انه يعني. بعده متمسك ببين بعبدة بس بف يعني رساله للداخل بين اهم عم يعني عم بذكر الناس انه هالاطراف كلهم موافقين عليه صحيح. خلينا توقف مع بريك علينا قصير نعود بعده ونتابع بالملف السوري يلي كنا عم نحكي عنه بريك بعد فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيف الأستاذ نبيل أبو منصف نرجع لعندك أستاذ نبيل ونتابع كنا عم نستمع للبيان حكينا فيه ورح نتابع بهذا الموضوع طيب اليوم بيّن فخامة الرئيس كان عم نقول ممكن يكون تحضير لأجواء نيويورك ممكن يكون بعث رسائل ممكن عم تقول حضرتك موجه للداخل بامتياز لمين بالداخل برأيك؟ كل الأطراف خصوصي اللي عم بيشكوا وشككوا بإعلان بعبدة بعتقد يعني؟ فريق 8 أدار فريق 8 أدار ولا الرئيس بري بالتحديد لحتى نقرأ الأمور هيك رئيس بري طارح مبادرة منه عم يشكك بإعلان بعبدة عم بيجي عم بيتحطها بمكان ما رئيس بري اقل واحد بثمانية اضرار شكك بعلي بعبدة خلينا نكون منصفين معه ما طلع منه كمان المشكله بعلي بعبدة هي محلين بحزب الله عملانيا وسياسيا بتورطه في سوريا وبتيار المستقبل اللي حاطط عقبه اساسيه مساله الحكومه هي العوده لعلي بعبدة وعدم قبول بتمثيل حزب الله بالحكومه على هالاساس مع انه جمعة الماضي صار في فشخه ما لقدام رجعت مسحت بعد التطورات الاخيره انه القبول بحكومه سياسيه وغير سياسيه فاذا طرفي النزاع هون بالمعطى الحقيقي هي حزب الله وتيار مستقبل اكثر شيء بشكل مباشر يعني يعني الاخرين مش انه ما قالنش ادوار او ما قالنش تاثير بس هون المعادله الاساسيه بتعلق بعلان بعبدة قدام رئيس الجمهوريه هاللوحه طيب بس اليوم الرئيس بري هو المعني مباشرة بعملية الدعوة مجددا إلى الحوار ومبادرته وكأنه يعني حتى رد الفعل تبع رئيس الجمهورية ومصادر الرئاسي أساسا على طرح مبادرة ب 31 آب أول سؤال انسأل أنه لنشوف بالأول إذا حركة أمل ولا الرئيس بري كشخص هو اللي طارح هذه المبادرة أوكي. يعني لا ثمنوها كثير ولا كسروا من مئة لأنه طرح الرئيس بري أنا ذاك بس هلأ مع تشكيل اللجنة ومع العملية التحريك والتفعيل مجددا يعني وكأنه فخامة الرئيس عم بيقول له للرئيس بري أنه
خلاص وقف هون يعني. مش عارف هذا المعنى بالصدور هالبيان ما بعرف إنه إذا بدك تقول إني إذا كان هاي هي الرسالة إنه كل شيء بيبنى على إعلان بعبدة بتصور إنه ممكن تكون تنفهم هيك، بس أنا مش ما بعتقد إنه هذا هو المغزى بس بهذا الإعلان اليوم. الرئيس بري أصلاً لما عمل مبادرته أثارت حساسيات وتحفظات. ما كانت منسقة مع من ضمن مع رئاسة. طبعاً واضح تبين إنه مش منسقة مع حد. ليش رجع امبارح عم يسترك الأمر إنه بعمل لجنة وبتبرم بترجع بتوضح شو أفاق هذه المبادرة شو مقاصدها شو ممكن العمل فيها، لأنه طرحها ومشي وقتها ما صار لوبينج، ما عمل لها هالحفلة الببليك ريليشن تبعها ما عمل لها إياها وطرحها بين كأنه طرح. وأنا ذاك كمان أثار كتير حساسية من قبل، حتى بفتكر رئيس الجمهورية لازم تكون حساسة. صحيح. تجاوز الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف بشغلات يعني كما لو أنه بصراع اليوم بين على الصلاحيات، كأنه رئيسة المجلس عم بتصادر لنفسها دور مش لإلا. عديكي عن موقف 8/14 هلأ هو هيك الواقع؟ هلأ رئاسة المجلس عم بتصادر دور مش لإلا؟ لا بس عم يحاول يعني اليوم هلأ عم بيقول له بالبيان لدولة الرئيس نبيه بري فخامة الرئيس عم بيقول له أنت تليت المقررات بصوتك وأنت قريت التعديلات وانت كنت حاضر وانت شاركت بالصياغه. صحيح. وانت عملت شوفا ايه. شو جاي عم تعمل؟ بعرف انه هذا المعنى اللي ممكن يفهم منه، بس الرئيس بري شو بده يعني؟ هون سؤال شو راح يشرح للرئيس سليمان، لانه اول شيء راح يشوف الرئيس سليمان اول شيء اللجنه هذه راح يقولوا له انه ما كانش عم يتجاوز صلاحياتك. طيب عظيم، تعالوا لكن ساعدونا لنقنع الاخرين بإعلان بعبدة عن جديد. هون في لعبه هيك، هون في لعبه. اذا الرئيس بري بغير وارد بده يبين. رئيس بري كان عم يحاول يحدي الثغرة بوقت برأيي غلط، وقت اللي طرح هاي المبادرة، وحتى بالمضمون في غلط، ما راح يمشي الحال. نعم، ما راح يمشي. خلينا نرجع إلى سوريا. كنا عم نناقش بموضوع الديمقراطية، قديش في ديمقراطية في أمريكا، وعم تقول إنه الديمقراطية هي يلي حتى أكثر من بشوي مش نحن عنها ديمقراطية. كنت عم تقول إنه الديمقراطية الموجودة بأمريكا والشعب الأمريكي هو يلي أوقف هذه الضربة بالآخر. إيه؟ بالآخر برأيك كل هذه استراتيجية مش بتشوف إنه شوي مبالغ في هذه النظرية؟ لأنه بالنهاية في توازن قوى، في توازن رعب، في توازن قرارات في روسيا وهذا الحلف من هون. يعني كمان ما فيك تقول إنه ما له دور نهائي. بلا له دور كله، بس آخر شيء لو أوباما إيده طليقة من المجتمع الأمريكاني وعارف إنه بياخد أكترية بالكونغرس، ولو ما في 63 و64 بالمية ضد أي ضربة برا، كنت شفتي غير مشهد. اخر شيء هودي اللي قرروا بامريكا، اللي بيقرر اللي بيعرف طبعا النظام الامريكي والوضع الامريكي. المزارع بنبراسكا بياثر بالقرار السياسي قد السيناتور وقد النائب اللي قاعد بقلب واشنطن. واللي ما بيعرف النظام الامريكاني يعني يسمح لنا شوي بتخفيف التنظير بهالموضوع تبع نبراسكا. هذا المزارع قد السيناتور اللي قاعد هناك، وهذا اللي قاعد بنبراسكا بيعرف شو اسم الولايه اللي حده، انتبه. ويمكن بيعرفش إنه واشنطن عاصمة أمريكا، وهالقد بيأثر. بس آخر شيء هو بيأثر كمان، لأنه هذا السيستم الديمقراطي بأمريكا. ما عليه شيء، بده شايطن أمريكا بالسياسات. يمكن بدبك أنا وياه نمسك على الدبكة سوا، مش مشكلة. بالسياسات على الخارجية عم بحكي، بس في هالحالة يعني بالقرار السياسي بهيدي الحالة بتكون أستاذ نبيل آخر يعني هو هني عم يقرروا. يعني معناتها الشعب الأمريكي كمان عمل الحرب على العراق. طبعا طبعا طبعا، هذا اللي عطى التفويض آنذاك. اليوم ما عم بيقبل أبدا أي تدخل خارجي بقى، عيف ربه. يعني عم بيقولوا ما عادش نحمل حملات خارجيه بقى. الامريكان هيدا معظم الامريكان هيك شعية بالميلتين. هيدا القرار اولا واخيرا هنيك. هنيك بالرايح فينا نحكي بالتفصيل الاخر. طيب بالتفصيل. بس اليوم في واقع بدنا نشوف اذا في امكانيه للاعتراف فيه، اللي هو كسر الاحاديه الامريكيه. هيدي الصوره النمطيه انكسرت، ما عادت موجوده. يعني مجرد فكرة أنه أن هالقد يتم التهويل بضربة وخلص أنها حاصلة تجي آخر تكة، لو شو ما كانت التسويات يعني، ويلي ما رح تكون تسويات أكبر بكتير من التسويات المرتقبة. يعني أقل وأقل وأقل، على الأكيد ما في تنحي للرئيس الأسد بهيدا الموضوع، ولا في إسقاط للنظام بهيدا الموضوع. يعني ما عملت شيء عمليا، وتنزلت على يعني انكسرت في كثير منكسرين. الانكسار في كثير منكسرين، بس امريكا امريكا في منكسرين معها كمان. امريكا انكسرت، اذا امريكا انكسرت بتهويل بالقوه والتراجع عنه،
بس مقابيله شو اخذت؟ انا رح شلحك الكيماوي بدون ما اوسوا الرصاصه. النظام السوري عم يربح وقت صحيح، بس شو خسر مقابيله؟ مستعد يتخلى عن كل التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل اللي اسمه السلاح الكيماوي لضل قاعد على كرسته بشار الاسد. اللي عملوا حافظ الاسد وبشار الاسد والنظام السوري 45 سنه بالتوازن الاستراتيجي مع اسرائيل بسلاح الكيماوي باكبر ترسانه كيماويه بالشرق الاوسط وبالعالم، يمكن 1000 طن عم يقدروها، لا يعملوا ردع مع اسرائيل، مستعد يقدموا النظام السوري بعد ما خاف جمعة الماضيه ويقدموا بتسوية بصفقه ليضل قاعد على كرسته وما ينزل. اذا هذا بيرضي الممانعين صحتنا عليكم. الرابح الاكبر بمساله الكيماوي اسرائيل، لا طلعنا ولا نزلنا. هل ما بدك نزعوا اظافر سوريا؟ اذا بدها تصير هيك مزبوط العمليه ما بعرف، عم خلينا نكمل. نحن اليوم بلشين ب انه رح عن جد هيك يعطون الكيماوي بالحد الادنى اللي عم نسمعه الروس تخشين بهالموضوع وعاملين اليه سمعناها هلا على الاخبار بالصحافه الروسيه مفصله بمكان ما حتى بتلتقي لك وين مع هذا اللي رفضوه الروس المشروع الفرنساوي اللي هو تحت احكام الفصل السابع. بس بنتيجته بيخلص على الترسانة النوويه مثل بتخلص عليها الاليه الروسيه. فاذا النتيجه وحده رح نخلص من الكيماوي، من يخدم تخليص من الكيماوي؟ طبعا حدا مع الكيماوي وحدا مع كل شيء، يعني باخر شيء بس عمليا يخدم اكثر شيء إسرائيل. اكثر شيء بالمعطى الاستراتيجي اسرائيل، وبعدين لازم ايران تتحسس رقبتها انه هلا اذا اتفقنا على الكيمياء ويمكن بعد شوي نروح على النووي. فاذا باللعب الاستراتيجي هذا لا 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 عم بيضحي المحور الممانع بشغلات كثير كبيره مقابل يضل بشار الاسد على الكرسي. بس هذا كيف اذا ما بدهم يعترفوا هيك اوكي، هذا كيف بيترجم عنا نحن في الداخل اللبناني؟ ترجع نربطها عنا هيدي المشكله، عنا ناس راهنت على هذا الموضوع وناس راهنت من جهه اخرى. اليوم في مأزق كبير، يعني اليوم فيك تقول لي اين تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيوره من هذا الموضوع؟ اين الدكتور سمير جعجع من هذا الموضوع؟ اين فريق 14 اذار بالتحديد من هالموضوع؟ أنا خصوصا ما بعرف الناس حتى التي ما بدي اطلقت هيدي ال 8/11 كنت عم بتراهن، ما بعرف، بعرف انه كان كل البلد بحرب رهانات، اللي كان متوقع ضربه عسكريه تجهز على النظام السوري ما حصل، واللي كان متوقع انه حيطلع الامريكاني مهزوم وهو محور ويطلع يحيى، هيدي النتيجه مش مشرفه له ابدا. فاذا اثنين خسرانين ليه؟ وامر طبيعي جدا، امر طبيعي، نحن ماشي قدام هالحجم الكبير للصراع. ولذلك كان ممكن كان الاساس لازم نتدرق ونحتمي ونضبط حالنا قدام هيك صراع، ولا تعلمنا ولا في ولا حنتعلم تاريخنا، كان لازم يتضبضبوا كل القوى السياسيه من الاول لانه ما لهم بهذا الصراع يطلعوا. اي لبنان كله مش مبين، كل لبنان مش مبين بالكاد. امبارح شفي علينا كاري وتلفن للرئيس انه وينكم انتم يا شباب؟ بالكاد اشعينا، ما حدا اشعنا، شو وين بدنا نقدم ونأخر نحن؟ كان فينا نبين. مش سؤال مثلا؟ نعم. انه شو فوقهم علينا اليوم يجوا يشرقونا هلا؟ معلش هلا انه صاروا بقصه النازحين وبدي شو صار، يمكن صار لبنان ببين على الشاشه مع دول الجوار لاكثر ولا اقل. بس كان فيك انت تعملي لحالك حمايه كثير مثاليه بهالمرحله لو ضبضب الوضع السياسي، ما صار في تورط، عملوا حكومه انتقاليه، كان بالحد الادنى حمينا حالنا من الرهانات، خلصنا من مساله الرهانات. بس بالصراع اكيد في رهانات وامر طبيعي. 14 بمحل و8 بمحل والاخرين كله كل واحد بمحل، امر طبيعي لانه انت بلد بلا دوله. اللي بيحميك من الرهان هو الدوله. لما نحن بنبطل نراهن بكون صار عندنا دوله. ما حدا الا بده يراهن اذا ما عندوش دوله. انا مشاعري بمحل ثاني غير اللي عم بقول لك اياه. انا كان بدي خلصوا على النظام السوري، عم بقول لك اياه وما عندي اي شيء بخبيه. لانه هذا النظام لازم يخلص منه الواحد، مش ممكن يكفي. بس باي طريقه غير قصه. يمكن بحمله دوليه ايه بغطاء اممي ليش لا، بس هذا النظام يجب ان ينتهي بقى لانه نظام مفزع مفزع جدا، ما معقول بقى ينقبل بهالعصر. طيب بس احنا هلا اليوم امام مؤشرات لا تدل على لا اكيد اكيد باللعبه السياسيه حيهدي وضاين كمان حيهدي وضاين. شو بيكون هذا المشاعر على جنب والسياسي على جنب، شو بيكون مصيرنا؟ والله اذا بدنا نضل قضينا معلقين سنة بالسقف وناطرين شو بصير بسوريا، رح نروح على يعني
ما فينا نعمل الا هيك هلا اللي مبين انه ما فينا نعمل الا هيك. بالامن بدنا نضل مضبضين شوي، ما كنا عم نقول انه الحمد لله وكذا وبالسياسه وفي انسداد سياسي مش حيخلص، حننهار بالاقتصاد. مشان هيك يبدو ومتحدة عم بيحاولوا يشوفوا شو بده يعملوا لنا هلا بهذا المؤتمر، لانه عارفين الوضع بالبلد وصل على على شفير الانهيار مع مليون نازح سوري و700 الف لاجئ فلسطيني ووضع انهيار اقتصادي فظيع. امبارح اليوم في حديث بالنهار واتكنز اللي هو المسؤول الثاني للامم المتحده في لبنان عم يحكي عن برنامج استقراري للبنان، من ضمنه انشاء مراكز للنازحين، اعداد تقرير عن الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه للازمه السوريه على لبنان، درسها مع الحكومه اللبنانيه، والذهاب الى مؤتمر نيويورك لبحث الامر مع البنك الدولي. يعني عارفين انه احنا اثقلت علينا الازمه لدرجه قد ننهار اقتصاديا واجتماعيا، بما يعني انه بيفلت البلد نهائيا بهذا المنحى حتى لو بقي واقف بالامن بالسياسي بالحد الادنى. فنحن وصلنا فعلا على 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 على, على شفير الانهيار الاقتصادي والاجتماعي قدام وطئه ازمه النازحين والازمات اللي كلها عم توافد علينا. اذا ساعدونا بالدول ممكن نصمد شوي زياده، قديش ممكن يساعدونا؟ واذا ما ساعدونا شوف الشباب الطيبين وين اخذنا؟ لوين اخذنا؟ لحتى ننهي هذا اللقاء معك استاذ نبيل، خلينا نروح شوي، شو كان رايك بموقف الكنيسه، موقف البابا، موقف الفاتيكان بخصوصا يعني خصوصا بالازمه السوريه، وخلينا ناخذها شوي من منح مسيحي اكثر من بعد مشاهد معلوله وبلودين، من بعد يعني هيدا الاكثر شيء كانت موقف مسيحي يعني علما انه عفو. كانت عم تتعرض كنائس قبل المطارين للخطفه كل هذا، ولكن موقف معلوله كان حاسم، مشهد معلوله في هذا الامر. موقف الفاتيكان اصلا بالنسبه للازمه السوريه هو موقف الاخلاق التقليدي الديني المتوقع من الفاتيكان، يعني ما ممكن يكون في موقف للفاتيكان وللكنيسه الكاثوليكيه ولكل الكنائس يخرج عن اطار تعليم المسيح. هذا هو خصوصي مع هالبابا هيدا، واللي حط يعني حتى البابا اللي قبله كمان المتقاعد ولو ما كان كثير كثير الافصاح لانه كان مريض والى اخره، المهم بس الموقف المبدئي هذا هو موقف الكنيسه. يعني ما حدا لازم يتفاجئ اللي بيعرف كثير منيح يعني بهالمسائل انه هيك يكون موقف الفاتيكان من الازمه السوريه. ما بيقبلوا باي يعني باي شيء عنفي، خلص هذا موقف الكنيسه التقليدي. العنف مرفوض عند الكنيسه ايا يكن مصدره ايا. طيب وبالنسبه لما يتعرض يعني كانوا هون ناطرين او بالعالم او بغير محلات يعطوا تمييز سياسي من هو، خصوصي مع البابا الجديد هيدا اللي هو كثير غير شكل، ما معقول يروح يعني بغير اتجاه يعني. طيب بالوضع المسيحي في سوريا بالتحديد، عم اقول لك انه كانت قبل كثير عم تتعرض الكنائس، وتعرضت بحمص وتعرضت بحلب وخطف مطرني وقتل رجال دين وتشويه معالم، بس معلوله بالتحديد عملت هيدي الشوك بطبيعي. اولا معلوله شبه كبيره على استهدافها بالتوقيت اللي صار فيه، فيك تتهمي اثنين بهالموضوع، فيش غيرهم بيخدموا بعضهم. تبين بالوقائع المطلقه انه النظام والتكفيريين او هؤلاء المتشددين شيء واحد بيخدموا بعضهم بشكل مش طبيعي، اما فتح لهم الباب يفوتوا يفزعوا هالقد المسيحيه ويعملوا لنا القصه، اما هن قرروا يردوا بهالطريقه وبهالوقت، بالحالتين خدموا بعضهم، صارت الانظار كلها عن معلوله. بس ليش معلوله طبيعي تفزع؟ معلوله اهم معالم تاريخيه بسوريا هي معلوله، بطبيعي بتخوف مسيحيه كثير يعني. هلا امبارح عم بسمع بالليل بالموقع النهار بالليل حاكين شهادات مع الرهبات، شيء غريب انه شو عم بيصير هنيك، اللعبه عم لك مشبوهه انه هلا صاروا عم يستردوا الناس الباقيين هونيك، فوت الجيش السوري بيستردوهم، بفوتوا المتشددين او المعارضين بيستردوهم، يعني وعوا انه هيدي المنطقه اوعى كل العالم قايم القيام عليهم، ولا ما كانوش قاشعينها قبل، ولا لانه قفل الخطر الضربي اللي كان ممكن كما تردد نطال النظام والنصر مع بعضهم. في لعبه مشبوهه كثير كبيره فوق، ثم في جانب اخر يمكن ما كثير حدا بيتداوله هو موضوع تجاري. مافيات وشري وبيع وكذا. على ما يبدو بالمواقع العسكريه ويمكن بيقولوا حزب الله دق لوعتها لما حرر هناك تله بالقصير وكانت كثير مهمه، ثاني يوم اشتروها المعارضه رجعوا اضطر يحررها مره ثانيه، في شيء من هالقبيل عم بيصير كمان هناك. ايه هاي الفوضى هاي بتصير طبيعي.
للاسف انتهى وقتنا، كثير استمتعنا بالحديث معك. الله يخليك، شكرا. تحرير صحيفه، نائب رئيس تحرير صحيفه نهار الاستاذ نبيل بونصف، اهلا وسهلا فيك. شكرا على تلبيتك الدعوه ومشاركتك بهالحلقه. مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.